يا ابو فارس، ما حذرتش نهائيا، وهالحكي اللي عم تقوله مش مقبول قطعيا. شو السبب يا مختار؟ لانه يا ابو فارس بيقلك المثل، يا مبدل بالساهل قديمك، جديدك عدوك مش نديمك. هذا من جهه. من جهه ثانيه، ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. نسيت هذه كمان يا ابو فارس؟ ما نسيتها يا مختار، ما نسيتها، بس انا الي عذري. شو عذري ومذري يا ابو فارس؟ يعني بناخذ الوحده لحم وبنرميها عظم. مرتك هي يا ابو فارس، مرتك ام ولادك، تجي على اخره العمر تزتها مع جنب مثل الجربينه، كانه ليلى لم تكن لقيس وعبله لم تكن لعنتر. هذا حكي بينسمع هذا؟ اشوفوا الناس شوفوا. ومين قال لك بدي زتها يا مختار؟ انا بدي اتجوز وحده ثانيه، والشرع سمح لي باربعه. هلق من كل تعاليم الشرع الحنيف ما فهمتش الا هذه؟ ها؟ بعدين تعال قل لك تعال، الشرع سمح لك تتجوز اذا بتحسن تعدل بناتهن، وانت كحيان عدمان ما حيلتك الا صلاه على النبي، بقى خرجك انت تفتح بيتين وتعدل يا ابو فارس. يعني اللي بفهمه من كلامك يا مختار انك ما بدك تروح معي جاهة؟ قال روح معه وقال لك. شو انت ما بتفهم؟ ما بتفهم يا ابو فارس؟ مخك مسكر يعني؟ مقفول مخك انت؟ انا مالي مصلحه يا عمي بهالموضوع نهائيا، ومش نقصني ام فارس تدعي علي بانصاف الليالى. ومن جهتي انا والله بمشي بجنازه وما بمشيش بجوازه، معروفه عنا يعني. بعدين هذا اللي عم تحكي عنها يعني بصراحه مش خرجك، مش خرجك. هو صحيح على وشها في لحسة لبن، بس مش خرجك. وليش يا مختار؟ لأنه بصراحة أبوها مش معروف أصله، والرجال لازم ياخذ بنت الأصول، بتعينه على الدهر والعمر بيطول. احترامي سيدي. اهلين يا سيدي ونور عيني، انا بامرك. ها؟ اي فورا فورا فورا. لا ولا ولا شو لحتى اتعوق يا سيدي؟ ليش بسترجي؟ انتو كلامكن اوامر وحد على رقبتي مثل السيف. طبعا يا سيدي طبعا. بيقولوا يلي ابي يسمعش كلام الكبار بقضي عمره بين الصغار. فورا معاليكن فورا، مسافة الطريق. الله معكن، يحفظ لي اياكن يا رب، يعلي شاهكن يا رب. الله يخليكن، مع السلامة مع السلامة. بدون ياني بالمدينة، طالبيني بشغلة مهمة كثير هنيك. حلو ربط يعني؟ معناتها خلينا نحل مشكلة ابو فارس هلا وبعدين. ولك هلق وقتك ووقته يا ابو سلطان. قال الناس بالناس والقطه بالنفاس. عم اقول لك لمديني لمديني بتقلي. صحيح هم الفهيمه بعزوته وهم الاقرع بقرعته. ولك يا عم المدينه ما بتحسن تستنى، وكل ما عدا بيستنى. على كل حياة وعموما بس ارجع بالسلامه، بنحكي بشغله ابو فارس مش مشكله، ما خربتش الدنيا يعني. هلق تفضلوا يعني اذا بتريدوا بلا مطرود يعني. تتعوق مختار؟ شو بعرفني؟ ما بعرفش يعني. على هوا المشكلة اللي لازم حلها هنيك. ولك مديني هاي مديني عصمة. ولك شو بده يحكي الواحد معكن؟ بس الحق معكن ها، يلي ابي يقعدش بين الاكابر ابي يعرفش بالدنيا شو صاير. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك يا ابو فارس، الله معك يا حبيب قلبي، يا روحي والعمر. يلي بدك بيصير حتما قبل الظهر، راح قابل الوزير. يا روحي والعمر يلي بدك بيصير.
تكرم عينك يا زليخة. بكرة بقول له يحكي لك مع مدير المنطقة، بركي بينظروا بوضعك وبيساعدوكي. أما قول لحالك بتظلي عايشة مرت المختار ومش قليل منوت، ولك كلام على المختار. فلي شو واقف ناطير، أنا ناطير وإلي خاطر. مين؟ زليخة؟ زليخة عندنا؟ مش معقول في بيتنا زليخة. خير يا زليخة خير. عم تقول بركي بتحكي لها مع مدير المنطقة. أوف، مدير المنطقة فردفشي. طيب اتساهلي معنا شوية ست زليخة، يعني أبصرش نحكي مع نقبة ومع سكرتيرة إلا يعني المدير بالذات. ولك شو بده يحكي الواحد معكن، شو بده يحكي ما بعرفش. عرك الحال وينك؟ بعدين بعدين هلقتني مش فاضي بتاتا. جاي أنا بمهمة، عندي أشغال كثير ضرورية، وأنت يا عايشة روحي الله يرضى عليكي، حضري لي العباية والعكازة. قوام الله يرضى عليكي قوام. خير، لوين العزم؟ على المدينة، رايح على المدينة، عندي شغل مهم كثير. اتحركي الله يرضى عليكي قوام. لكن بركي بطريقك. هو هو علينا. خلاص يا زليخة خلاص، شو ما بتفهميش الحكي انتي؟ قلنا لك بعدين بعدين، بالمستقبل يعنى، فيما بعد يعنى. ايمتين يعنى؟ لحتاني الله يفرجها. شو شايفتني فاضي اشغال؟ ما عنديش غير شغلتك انا. عم قلك راي على المدينة، على المدينة بدهن يستشيرونا بامور مستعجلة ومهمة. شي قلت بركي يعنى. وك شو بركي ما بركي؟ علقت لك واني معك يعنى؟ لما لحس الطرش ما سمعك. قلنا لك خلاص. بعدين عايشي الله يرضى عليكي، فوتي لجوا حضري الغراض، لفوت اني حنجر شواربه. اتحركي الله يرضى عليكي. تكرم عينك. قوام انتي زليخة عوفيت. خلاص يلا الله معك، مع السلامة. مع السلامة يلا يا اختي يلا. يا روحي والعمر يلي بدك بيصير، حتما قبل الظهر رح قابل الوزير. يا روحي والعمر يلي بدك بيصير، حتما قبل الظهر رح قابل الوزير. يا روحي والعمر. شو قلت يا سلطان؟ عيد لشوف شو قلت. كأنك قلت شي وانا ما فهمته. بدي اتجوز وردة يا بي. وردة؟ بدك تتجوز وردة؟ لك ملأ المتعوس يجتمع إلا على خايب الرجا؟ العمى. ليش بها وردة؟ ولك عم بتعيد بوشي كمان؟ العمى بعيونك، العمى، العمى بقلبك. شو جحش؟ لا ليش جحش؟ الجحش أفهم منك. ليش هيك عم تحكي معي يا بي؟ أنا بحبها لوردة وبدي اتجوزها على سنة الله ورسوله. حبك برسله بجسدك أنت وياها بجاه النبي المصطفى، ولك ملأت غير وردة المطلقة يا سلطان؟ إيه شو فيها يا بي؟ قال حب حبيبك حب ولو كان تور ودب. ولك دبتك نار تشويك، والله يصطفل فيك. لك انه ما ضل غير المطلع لتاخذها لك يا سلطان. ولك من كل البنات ما لقيت غير المغضوبه يلي طفشت جوزها بليله ما فيها ضو قمر. ما طفشته يا بي، هو انحكم 15 سنه قام بعت له ورقه الطلاق. طبعا انحبس منها ومن افعالها، لانه ما حدا بيطلع حدا هيك لله بالله. بس شو بدي اقول لك؟ قال يا حامل همك وهم غيرك، بيبرق هو وبتضل انت على خيرك. بس يا بي انا بحبها لورده، وبصراحة نحن متفقين على الجواز. جعلوا اتفاق الندامة بجاه كل مين له جاه عند رب العباد. اسمعوا له سلطان، ما بدي اسمع منك الحكي مرة تاني. مالي اخذ لك غير وضحة بنت ابو هزاع، لو قباطك وانفجر قرك. يا بي انت ليش فيك هالطبع؟ كرباج يلسع جسدك لسع. ولك قال وردي قال، ولك هاي من برا وردي ومن جوا قردي، يعني طبقك نافي جواته قافي. يا بي بس انا بحبها بحبها. حبك حب وغضب الرب. ولك اذا انت جنيت انا ساعتني بعلي، قسما عظما اذا بتعيد هالقصه مره تانية لقص راسك بالنص وطالع بزر مخك كمان. الوردي قال. يا بي لا تقسى علي من شان الله. ولك هي مو قسوه، لانه ابي هو اللي بكاني وبكي علي، مو اللي ضحكني وشمت الناس فيه. ولك يخرب بيتك شو بهيم، بتعرف انك رح يجيب لي السكته بجهلك وقله حيلتك. بعيد الشر عنك يا بي، بس انا مصمم. مصمم؟ عم بتقول مصمم؟ ولك ها ولك ها 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 بدي افتح راسي لاخلص منك ومن رسالتك. خلص يا بي خلص الله يخليك. ليش هيك عم تعمل؟ هلا بتكسر راسك يا
يا بي خلص كل شيء بالتفاهم بيصير. إلا هالشغلة، إذا بتعيد السير مرة تانية مالك عادي بهالبيت هون، وإذا بتتجوزها بدون شوري لا أنت ابني ولا بعرفك، وأنا بريء منك ليوم الدين. يلا روح روح قبل ما فيش كل غلي فيك. أمرك يا بي أمرك. ولك روح نلح تحرك، روح من وشي، ولك تحرك. أخ العم مجنون يحكي وعائل يسمع، شو هالجيل البهيم هاد. أهلي أهلي يا سابح ميت البطيخ، الناس أكلت وشبعت وهو عم بيحلم بالمريخ. العمى وردة يا روحي والعمر يلي بدك بيصير، قالوا لي طلباتك رح توصل للوزير. يا روحي والعمر يلي بدك بيصير، قالوا لي طلباتك رح توصل للوزير. يا روحي والعمر يلي بدك بيصير، قالوا لي طلباتك رح توصل للوزير. طمني خير شو صار؟ كنا بالمدينة قابلنا ناس كبار، وكل وعدوني صيروا بأمر المختار. يا روحي والعمر فهمني يا مختار، فهمني شو صار بالعاصمة. الله يرضى عليك يا مختار، هلق بتروح بتلم أهل ضيعة كلتهم بساحر كبيري. يلا قوام. إيه خير لك عجل لا تدبر قلبي. إيه عجل يلا يا يلا روحي يلا. والعمر يلي بدك بيصير. اتأخر المختار يا أبو هزاع. شو نعمل يعني؟ ها وهي المختار وصل من العاصمة. يا روحي والعمر دللت كثير كثير، غدوني سمك هامور مع سلطية الجرجير. يا روحي والعمر دللت كثير كثير، غدوني سمك هامور مع سلطية الجرجير. خير خير مختار، طمنا طمنا. كل شي من أحسن ما يرام، اتفضلوا على المضافي لخلكن، اتفضلوا اتفضلوا معاي. اتفضل اتفضل. ايه وشو يعني؟ ما وافق يا وردي ما وافق، قال اذا باخدك بيتبرى مني طول العمر. والحل شو برايك الحل يا سطام؟ ما بعرف، هو المصيبة ما بحسن خالفه. شو رايك نستنى؟ نستنى؟ انا لو بعرفك رجال قد حالك كنت بستنى العمر كله، بس على ما يبدو لساتك. لساتني شو يا وردي؟ ولك اخ شو بدي اقول لحتى اقول، قال يا حاطه همك بايد ابو خديجه، الولد بيضله غشيم وما في نتيجه. ما فهمت شو يعني؟ لك يا سطام، أبوك من زمان بده يخطب لك وضحة بنت أبو هزاع، وأمك مثل مكوك الحايك رايحة جاية لعندهم، بقى ليش؟ بس أنا بحبك إلك يا وردي، بحبك إلك. مو صحيح، أصلاً أنت مو فارقة معك، والمهم إنك تتجوز. أنت لو كنت بتحبني كنت أخذت موقف شجاع وما كنت رضيت ببنت أبو هزاع، بس أنا الحق علي اللي حبيتك، وربطت حالي فيك واستنيتك. وردي، وردي وين رايحة يا وردي؟ حل عني يا وردي، بحبك إلك يا وردي. شواتنا مختار احكي لنا بقى. شو بدي احكي لكن لا احكي لكن، قال قيراط حظ ولا فدين شطيرة، يعني بالصدفة طاقة حظ طاقة سعد انفتحت عليكن. يعني وافقوا على الجمعية الزراعية؟ وكأنه جمعية هذه؟ قال جمعية، قال هلق وقت الجمعيات هلق. معناته وافقوا على القرض الزراعي. هو هو علينا. لك خي ليش هيك انتو انانيين؟ ما بتهمكن غير مصلحتكن. والله الأنانية مش حلوة. حلوة الأنانية؟ لا مو حلوة. ها شفت شلون؟ عم قلك حظ وقدح بإذن الواحد أحد، ولما بتسايرك الأيام ببيض حمامك عالوتد. صدقت يا مختار. ولازم تعرفوا مو كل مين شاف الذهب عيار، ولا كل فهيم وحرك مختار، بس انتو بالذات يا اهالي قرية حب العزيز الله بعد اسمه اكرمكم فيها مش بيدكن. ونعم بالله يا مختار. حيرتنا يا مختار، قولوا خلصنا. تفضل يا مختار، اهل الضيعة عم يستنوك برا بالساحة، تفضل. يلا يلا تفضلوا تفضلوا يا شباب. انزلوا وقفوا مع الرعية تحت، يلا يلا يلا.
كفاي بكفي تصفيق. شكرا يا اهالي قريه حب العزيز الكرام. ما بديش طول عليكي لانه انا مثل ما بتعرفوا ابحبش اللعب والثرثره يعني. وخير كلام ما قل ودل وخير جليس زواده وظل. الحاصل اليوم استدعوني من العاصمه، استدعوني المسؤولين الكبار يعني، لانه مثل ما بتعرفوا انا محبوب كثير هونيك كثير بالعاصمه يعني، وهي ابو سطام وابو فارس وابو هزاع شاهدين على هالشيء. مظبوط صح. ايه شو صار معك بالعاصمه يا مختار؟ وك شبك بالظل ملهوش يا ابو مرهج جايك بالكلام؟ خلاص ابو مرهج خلينا نفهم بقى شبك. المهم هلقتني في بعض المنح والهدايا ومصاري كثير وعطيه بدها تتوزع مو كيف لضيعة حب العزيز، وقد تم بفضل الله اولا وفضلي ثانيا انتخاب ضيعتنا دون سواها من كل الضياع قريه انموذجيه تتوزع فيها هالهدايا والمنح والمصاري هي. يعني نحنا فقط دون سوينا بدنا ناخذ هالمنح وهالهدايا والمصاري ومحدش حدا غيرنا بتيتا بتيتا. طيب يا مختار طيب الله يخلينا لك يا حق. الله يعلي جاهك يا مختار. بقى هيرولي حالكن الله يرضى عليكن. لازم يعني نقيم الزينات ونشعل الأنوار ونرفع الرايات حتى تضهج الضيعة مثل العروس ليلة دخلتها، ولما بيجوا المسؤولين بيبيض وجهنا قدامهن، والوش بيبيض لما القرش بيرخص، ولما الضيف بياكل كرديش وبعد الغداء بيجعص. بمعنى ثاني يعني نحن لازم نستعد لاستقبالهن استقبال يليق بالرجال، وانا راح كلف بعضكن بمسائل العزيمه والغذا والذي منه. وامتى بدنا يجوا يا مختار؟ قريبا جدا قريبا جدا طمنوا. انا ما رجعتش للضيعه الا لحتى اكدت عليهن مليح، ولو خايفين علي انا مختاركن علي. الله يقويك يا مختار ويديمك لهالضيعه. يلا هلق حبيباتي يلا يلا عودوا إلى أشغالكن وعيشوا بانتظار أحلى لحظات العمر يلي بدها تقهر القهر. وناموا وشوفوا منامات هنية، لأنه القرش رح يجري بين إيديكن وتصير الحياة هنية. يلا أنتوا وياه يلا. أبو فارس أبو مرهج اهتموا بالذبايح، وأبو سطام وأبو هزاع تعالوا معي على المضافة تفهمكن شو بدكن تساووا. تعالوا معي يلا يلا. عمي انت تكفل بالزينة وانا بتكفل بالدبايح. ماشي قول الله روح. تعوقوا الجماعة يا مختار. ولك شو بك يا ابو سطام شو بك نازل زنبي اذاني من الصبح؟ ليش هيك بصلتك محروقة وطباعك مجلوقة؟ انشوينا بالشمس يا مختار. يا سبحان الله قديشك عجول. الصبر طيب وعلى قدر الصبر بتنول. مسؤولين هذول مسؤولين مش مين مكان يعني. ما اختلفنا بس صار الدنيا الظهر. يا مختار هلأ انت متأكد انه بدهم يجوا اليوم؟ شوفوا على هالحكي فاضي. شوفوا شو الشغلي لعبة قلال هي ولا نكتب بين سميرة وبهية؟ خلاص كل واحد يوقف بأدبه أحسن ما خليه يوقف على ركبه والعمى على الصرعة هذه. وصلوا الجماعة يا مختار. ها شفتوا وصلوا احباب قلبي وصلوا. هنن يلي قالوا وهنن يلي فعلوا. تفضلوا. وين المسؤولين؟ مالي شايف حدا. لك ما في حدا. وين المسؤولين؟ مش مبينين؟ شي شي شي. اهلا وسهلا ومرحبا.
يا اهلا وسهلا ومليون مرحبا بهالطلة الحلوة. يا اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. روحوا 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 وقفوا تحت مع الرعية مع الرعاع يعني. يلا اهلا وسهلا ومرحبا. اشرقت الانوار وفاحت الاطياف. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا فيك حضرتك مختار ضايه حب العزيز. اي انا بلحمه وشحمه وتفضل ارتاحي. لا شكرا. كثير حلو كثير حلو. افيش مانع عنده. يا اهالي قريه حب العزاز الست الحلوه هاون بدها تلقي كلمه فيكين. لا تواخذوني صوتي تعبان من السهر والدخان. يا أهالي ضاعة حب العزيز تحياتي لكم. لن أطيل عليكم فأنا مستعجلة وعندي مواعيد. الحقيقة وبالمختصر من سنين طويلة وبعيدة كتير انطلق من هذه القرية جدي الأول السيد جيمي هانتير، وطبعا هذا كان اسمه الجديد بالمغترب. هون بزن كان اسمه جميل شانتير، سمه قوي كتير، يفعس الحي يفعس ويمص سم العقرب ويشفته شفط. وشاءت الأقدار إنه يستقر بالغربة، واشتغل جدي وصار من كبار رجال الأعمال، وكفتت عليه الخيرات والمال، وأنا بكل تواضع حفيدته أليسا. أهلين ست أليسا. أهلين يا أبو سطام. محسوبك أبو سطام. تشرفنا. جدي وصى أبي إنه ما ينسى ضيعتكن ويمر كل حين ومين ويدوق ذاتكن ويشرب ميتكن، بس أبي انشغل وبالوصية ما عمل ووصاني إلي قبل ما يموت، وهي أنا جاي قبل ما العمر يفوت لحتى نفذ الوصية وعود جزء من أفضال ضيعتكن على جدي. كف كف يا شباب لجدها جميل شنتاير. الله محيي أصلك والبطن يلي حملك واللي شالك يا ست أليسا. شايف على هالوفاء والحنين؟ لكن الحنين للوطن غلاب شوفت عينك. ها؟ تفضل يا ستنا كملي إذا بتريد. هاي جدي وقت اللي هاجر ترك ستي وحيدة، عاشت لحالة يا حرام وما كانت سعيدة، وطبعا هي ماتت من مدة بعيدة. المهم جدي ترك وصيته اني اعطي لكل ارمله بهي الضيعه كل شيء بتريده. شو ارامل ما ارامل ولحنا؟ خلاص خلاص سمعنا بدنا نفهم. لا تستعجل. لك مالي مستعجل بس البكي على راس الميت. سمع يا شباب سمع، مش حلوة منكم هايكي. خليها تكمل حكيها. تفضل يا ستنا الكريمة. لذلك أنا ارتقيت إني أعطي لكل أرملة بهاي الضيعة دون استثناء سيارة وبراد وغسالة أوتوماتيك وتلفزيون ملون وساتلايت، وحط لها بالبنك مليون ليرة لحتى تصرف منهم أو تعمل فيهم شي مشروع تعيش منه. ونحن شو بيصير فينا؟ تفضلي. وهلأ رح نحصر الأرامل بالضيعة بمساعدة المختار وبالرجوع لوثائق السجل المدني. هذا كل ما عندي، يعطيكم العافية. تفضل مختار. تفضلي تفضلي. بس هذا مو عدل، ونحن الباقيين شو بدو يعطونا؟ سمعت شو قال؟ قال وفاء وحنين. طيب ونحنا؟ نحنا؟ لا رحنا ولا انطرحنا، ما سمعت الحكي بإذنا. سمعت بس مالي مصدق. العم على الحالة عشموني بالعز، صرت الليالي طلع الآية الكذاب وهب الهوى شمالي. طيب والدبايح اللي ذبحناها؟ والطبخات اللي طبخناها؟ والزينة اللي علقناها؟ أخ ما في غيره هالمختار، هو أصل السبب. فعلا ما في غيره.
طابخها مع المرأة حتى يكوش على كل شيء، يخرب بيته على العمل. لك حدا بيكمل الحجة بسرعة الجمال؟ أخ على البني آدم أخ، بس دنا بالكلب أعواج لو حطيته 100 قالب. للأرامل بس؟ أي نعم يا أم عدنان، للأرامل فقط. كل هالمصاري والخيرات للأرامل بس؟ أي نعم يا شمية، وفوق سيارات بعد. إيه سبحانه ربي، بيعطي الحلق للي ماله أدان، والجوز للي ماله سنان، والقريضة لأم عدنان. بتصدق بالله يا مختار؟ يعني الوحدة صارت تشتهي تكون أرملة. شو قلتي؟ عم تتمني موتي يا عيشي حتى يصير معك مصاري وسيارة وغسالة وتلفزيون وصحن ساتلايت؟ الله يقرف عمرك، سقطتي من عيني، يقرف عمري. روحي منو جيبلي، روحي منو جي. انا ما قلت هيك بس. لكن شو معنات كلامك ها؟ على كل حال لينفذ هالمولد رح يكلي معك حديث ثاني. بسيطة يا ام عدنان، بسيطة. عم تتمني موتي، موتي مشان شقفة ساتلايت ومشان صحن تلفزيون ومشان راديو ومشان فرقان وغسيل. موتي بالنسبة باخر عمر ما بيرجع. عليكم. وعليكم السلام. شو هالفصل يا مختار؟ فصل؟ قول الفصول الأربعة وبالألوان ولا تخاف. وين المسؤولين بدو يجوا لعنا والمصاري والخيرات بدو كفت علينا كفت؟ طول بالك، طول بالك انت الثاني. بجوز بعدين يعطونا إلنا، وهلق بلشوا بالحريم والولاية. امتى بعدين؟ بعد العيد ما بنعمل كعك يا مختار. ومثل ما لك شايف ركب الخليفة وانفضوا المولد. شو بيعرفني يعني؟ شلون شو بيعرفك يا مختار؟ مو انت نزلت على العاصمة وقابلت المسؤولين وقالوا لك جايين؟ هو الحقيقة أنا ما قابلتش المسؤولين المسؤولين، لا، لأنه المسؤولين الكبار مش فاضيين لك يا أبو سطام، عندهم اجتماعات مهمة يا أخي. مين قابلتك كان؟ يلي تحت يدين. يعني النائب المسؤول؟ لا، النائب وسكرتيره مش فاضيين، هذول مشغولين مع معلمينهم. مين قابلت لك كان؟ قابلت واحد بالوزارة بيشتغل هنيك بداوم، يعني يمكن شغلته، شو بيعرفني شو شغلته، المهم قابلته. واحد هيك طويل عريض مهيوب، غرفته كبيرة ومفروشة، يعني شي مهم باينته، قابلته. المهم شو قال لك؟ قال لي هلت الخيرات عليكن يا مختار، بقى هيرو حالكن، هيرو، وبعد بكرة جايين لعندكن، ثقلوا العزيمة، لأنه الخير يلي جاي لضيعتكن كثير. بقى شو معنى ثقلوا العزيمة؟ ها؟ جاي الخير كثير شو معناته؟ ها؟ فهمني حتى أفهم. ومن أمتى كنت تسمح للناس تلحس عقلك يا مختار؟ هو هو علينا، فهموا أبو سطام، فهموا، قليل فهم هذا. أنا قليل فهم؟ طيب ليش خليتنا نذبح ونضحي؟ ونزين ونتكلف ونطبخ ونستقبل، وبعد كل هالشي ناكل هالكم اللي لا له لا شكل ولا لون. يا جماعة أنا متأكد إنه شغلة الأرامل استفتاحية، ودورنا نحن الرجال وبقية أهل الضيعة بعدهن، وبكرة بتشوفوا بكرة. ومنين يا حصرة؟ قال إجا الحلاق يفتح بالقارع استفتح. على كل حال إكرام الضيف ويجيب ويجيب علينا، ويوم الهدية عيد. ايه طبعا، لانه ما لك دافع من جيبتك شيء انت. حسبي الله ونعم الوكيل على همهار. وهلا شو هلا يعني؟ قال له حسني يا سيدي، قال له سيدك عم يشحد. قال هلا قال يعني الكم بسعري، انا المختار وضروب وطراح ونام ولا ترتاح، حكيت لقبيت ونطيت وما حطيت وما طلع لا شيء، مع انه طباخ السم بدوقه، وانا كما ترون لا نابني لا جرافي ولا بنطلون. اخ فعلا يا مختار، سكتك كلها مسالك، والصباح فيها اسود والليل فيها حالك. يعني هلق صار الحق علي؟ ولك اخ وميت اخ. قال يا داخل التربي ومعك فاس، بدك تحمل همك ولا هم الناس؟ والله يا مختار انا شايف لك كل هالشغلة كذب بكذب. شلون كذب بكذب؟ ها؟ شلون؟ ايه طبعا كذب بكذب، لانه ضيعتنا كلياتها 13 بيت، 3 منهم مهاجرين، ضلينا 10 بيوت وما فيهم ولا وحده ارمله. صحيح والله،
ولك هي ما خطرت لبنان. وكي شلون ما في أرامل؟ ها؟ أرامل في؟ من هن بقى؟ زليخة العمشة. إيه؟ زليخة العمشة؟ إيه زليخة العمشة. شو يعني زليخة؟ مالها بنت آدم وحواء يعني؟ هلأ زليخة العمشة فاتت بالإحصاء السكاني وانحسبت أرملة وبدك فوت عليها الخير كله؟ طبعاً أرملة. مش جوزها ميت؟ من هي المسألة؟ صبر جميل وبالله المستعان. ومين الثانية؟ الثانية وردة. كمان؟ إيه بس وردة مطلقة. نفس الشيء يا خيي، أرملي أو مطلقة، المهم ملهاش جوز، ملهاش جوز مثل ما قالت الست أليسة. حسبنا الله ونعم الوكيل. ماشي بجنن يا أبو صدام. يعني اتفقتوا أنتوا وجعيصة خانم وتوزعوا كل الخيرات على زليخة العمشة ووردة؟ جعيصة؟ عيب عيب، مش اسمها جعيصة، اسمها أليسة. إن شاء الله يكون اسمها ضراب السخن. سؤالي إنه اتفقتوا أنتوا وياها؟ أي نعم يا سيدي، وبكرة راح يجيبولكم الهدايا. بعدين شبكين حاملين السلم بالعرض؟ ها؟ أنا كلفتكم بالعزيمة حسب المواني ولمصلحة الضيعة. وبيني وبينكن الأنانية مش حلوة. حلوة الأنانية؟ شو الحكي يا مختار؟ من يوم يومن يطالين على التربة أولى بالفطير. ولك يا عمي الله يخليكن ويستر على حريمكن. أنا راسي وجعني وقلبي عاصيز ومشاكل مليش ناقيز بإذنكن. سامعين يا شباب؟ سامعين؟ قال حسب الموانئ، قال خربة وعد على تلتها، تعيشوا تاكلوا غيرها عن إذنكم. شو هادية الشغلة عن جد؟ لا عم والله ماني مصدق عيوني. هلأ معقول زليخة العمشة يصير عندها سيارة؟ وصحن سلطايت كمان. لك مو هيك كمان، وتلفزيون ملون وبراد وغسالة، ولا تنسى مليون ليرة بالبنك. ولي ولي لا باطل عم على الحال. عم مو معقول. سطام يا سطام، ولك يا سطام سطام. ايه بي ايه انزل انزل. لك انزل اشوف بسرعه. يلا نزل يا بي نزل. خير؟ شو في؟ خير ما في شيء. ولك يا ابني برا الخيرات مليانه، وانت يا سمره بالحنه صفنانه. ما عم بفهم عليك. خير يا بي؟ قلي لشوف جوازتك شو صار فيها. عم استناك. مو على اساس تخطب لي وحده من بنات ابو هزاع؟ هلا اتركنا من بنات ابو هزاع، ما فيهم وحده وشها ببل القلب، لا عين كحيله ولا خدود جميله، اتركنا منهم. قلي لشوف ورده شو صار بورده؟ شو بده يصير يعني؟ مو قلت لي بتتبرى مني اذا انا اخذتها؟ ولك كنت عم بمزح معك انت الثاني، عم جربك لشو بتحبها ولا لا؟ العمى شو انك ما بتلقى مزح؟ شايفك وعم انسحبتك وانك ما بتحبها. بالعكس يا بي، انا بموت فيها. معناتها خلاص اتفق انت وياها، وبكره منروح انا وامك بنخطب لك اياها، لانه يا ابني الجواز ستره والله امر بالستر. بعدين ما في مانع تاخذ وحده مطلقه وحلوه، ساعتها شوف ما ابهج العمر. اللي لشوف شو رايك نعمل كتب الكتاب يوم الخميس الجاي؟ شو رايي الخميس الجاي؟ لا تكون عم تمزح يا بي. لا لا ما عم بمزح. يعني موافق؟ الله يخلينا يا كابي، هاتي ذا كابوسة. الله يرضى عليك. هلا مو وقت البوس، روح استعجلها وشوفها وحاكيها اوام. اللي امك وينها؟ عند بيت عمي ابو هزاع. كتير منيح، اكروج انت اوام وشوف وردة واتفقوا. وبلكي ما رضيت يا بي، حاكم هي عنيدة وراسها يابس. ايه بترضى، ليش لحتى ما ترضى؟ ايه مالك تيس ولا جحيش، بالعكس عزابي وخال الجيش، بقى شو راح يصح لها احسن منك؟ لك مو عم بتقول بتحبك؟ بلا بتحبني يا بي بتحبني. اصبح توكل على الله وروح اخطبها قبل ما حدا يخطبها غيرك. استعجل برضاي عليك. لوين يا بي؟ راجع ما بتاخر. ولك انت زينت الضيعه كلها يا زليخه، بس يعني بدك مين يفهمك ويقدرك.
وانا بصراحه من زمان بحبك، لكن مرتي ام الاولاد ما كانت تخليني اتجوز، الحق معها بتغار علي. لكن لا 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 والف لا، يعني انا لانت بضل ساكت على وجعي وكابس على جرح ملح، وانا عم بنشوي على جمر الحب ليل نهار. بقى شو رايك زلاليخو تاخديني؟ ما بعرف تفكر. بس لا تطولي، ها انا ما بقى لي حيل على الصبر بنوب، فرطت تماما يا زلوخ. ولك خلي لي هالوش الصبوح يا رب. ايمت بتريدي مر لعندك اخذ الجواب؟ ما بعرف. مستحيه؟ اي والله مالي ادل على العرايس انا. بقى شو قلتي زلاليخو؟ ردي علي زلوختي. خلص خلص وزع خلص. اصبح رح امر عليك بكره. شو رايك؟ خوش مبدا تفكير المساله. لابد انه القلوب عند بعضها، وما دام بحبك فالمؤكد انك بتحبيني كمان. ما بعرف ما بعرف تشوف. انا ماشي. بتوصي شي زلوخ؟ لا. رح ابعث لك الخضره واللحمه مع الولد. بقى طبخي وتنغنغي وشرقي وشرشري قد ما بدك. حاكم انا بحب المره سمينه المبره يلي ريحتها زفره، ما بحب المسلوله يلي مثل المعكرونه الضامره. لك دخيله ابتسامه حلوه، انا دخيله خاطرك. الله معك. مرحبا زلوخ. نين؟ ولك عم بقول نين؟ ولك انا ابو سلطان، شو بكي؟ والله واحد احلى. شو كان عم يساوي عندك ابو هزاع؟ ما عم بيساوي شي، طلب مني شوية جلي من بعر الغنم، قال ما بده بعر مخلط. قلتيلي بس وينك؟ ديري بالك من هالبلهموطي، عينه فاضية بيشتهي العزل يشبع لطم. اوعك يلعب يعلك مشان يخلصك الغراض، ديري بالك منه. ها لا تأمني له، بعدين القرش غدار يا زليخة، حطيه بإيد القرد بيلعب. لا 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 تخاف علي يا ابو سطان. لك شو ما خاف، انت مرة وحدانية، مرة مستورة ومكسورة جناح، ولازمك رجال يحميكي من غدر الزمان. يعني مثل ما بيقول المثل، زر رجال ولا خرج مال، يعني لقمة هنية مع رجال بظل حيطة ولا خروف بعيطة. مضبوط، يتلم ثمك. وبما انك قرايبتي وبتكوني بنت عم اخت ابن احمى عديلي، فانا قررت اخدك يا زليخه. لك ايه، لانه حرام تكوني لحالك وحدانيه، ما بصير. بقى هيئي لي حالك وجهزي لي امورك، وانا رايح جيب الشيخ مشان نكتب الكتاب. شو قلتي؟ اذا كان هيك يا ابو سطيم لا تواخذني، يعني بدي فكر شوي. لك شو تفكري؟ احنا ما عنا بنات تقول لنفكر، من يوم يومنا الشهور للرجال. خلص بقى ابو سطيم، خليها لبعدين. لك شو لبعدين يا زليخة؟ معقول من أولها تكسري لي مقاديفي وجاكريني؟ بعدين هذا عمرنا نعيشه مع بعض، معقول نتناقر؟ طيب خلص خلص تفكر. مشي الحال، وينك؟ أنا هلا ماشي، بس ما بدي تشوفي حدا غريب، اعتبارا من هاللحظة ما بدي اياك تبيني على غريب. ليش؟ لأني أنا رجال حمش وبخاف على حريمي، فهمتي؟ فهمت. يلا بخاطرك زلوخ. وردي وردي يا وردي، جايب لك احلى خبر تسمعي بحياتك. ابي وافق انه نتجوز. شو بكي؟ عم اقول لك ابي وافق. شو بكي جبتي؟ ايه بس انا ماني موافقه. شو هالحكي؟ مثل ما سمعت، لانه انت تخليت عني وقت الشده، وهلا جاي تركض وراي انت وابوك بعد ما صرت غنيه. بس انا من وقت لما اعتزناهم يا حسره خزلونا، ولما ناقشت معنا اجوا لحتى يدللونا. بقى روح روح حبيبي، روح وخيط بغير هالمسله. هل
فيك؟ شلون اخبارك؟ الحمد لله يا مختار. طمنينا يا عيب. استلمت الاغراض؟ انت واحدة من الرعية ولازم اطمن عليك اول ما سعنا. اي استلمته. استلمتيه؟ وقعتي وقعتي على الاستلام انت؟ اي بصمت. بصمت اي مليح مليح بالهنا ان شاء الله. الف مبروك. بس ترى الدجاجات يا زليخة عم يطلعوا على السيارة وعم يوسخوها، وبصراحة يعني بخاف يخربوها بعدين، فقديري بالك عليهن. الله يرضى عليك. اي شو بدي اعمل؟ هدلون دجاجات ابو جدوع. دجاجات ابو جدوع؟ ايه شو عليه؟ ما عليك انت، اتركي هالشغلي علي، والله لخليه يذبحهن قدام عيني. شو بدي اقول يا ربا؟ يا 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 اي صحيح، باقي الاغراض وينهن؟ ها؟ باي ما احلاهين، يا الله ما احلاهين. ان شاء الله سبع مباركات يا زليخه، وان شاء الله هيكي يعني بتنبسطي فيهن وبالهنا بتهريهن. شو بدي اعمل فيهن؟ ما عم يشتغلوا تريهن. شلون ما عم يشتغلوا؟ ما بعرف، بجوز عطلات. اوف 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 اوف، العمه 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 على هالنسوه. شلون راحت من بالي هيا؟ نسينا انه ما عندك كهرباء. هذول بيشتغلوا على الكهرباء يا زليخه. كرهبة؟ الله يسامحك يا مختار، همنا اللي أنا الكرهبة؟ أنا لا عندي حق ساعة كرهبة ولا عندي شريط تألحش على الشريط الحكومي وأسرق مثل غيري. الله يصلحك يا زليخة، ليش ما قلتي لي حتى جيب لك كليبة مثل تبعيتي؟ ما بتعرف جنابك يعني؟ على كل حال مش مشكلة. هلأ صار معك مليون ليرة يا زليخة. مليون مليون بيعملوا العمايل، وأنا من جهتي راح ساعدك بكل شيء، لا تخافي. بتعرفي يا زليخة إني عملت المستحيل حتى أسحب لك الأغراض من تم السبع سحب؟ العمى بعيون الناس يا زليخة، شو لئيمة وطماعة، ولك بيحسدوا الغجر على ظل الشجر. هنن كلن على بعضهن، شو يعني؟ سيارتين وغسلتين وبردين ومليونين وتلفزيونين وستلايتين، يعني الشغلة كلها مش محرزي. واجتمعوا لك أهل الضيعة كلهم، قال شو بدو يتقاسموهن. شوفي على هاللقم، شوفي يا زليخة. لكن أنا أصريت عند المسؤولين بالعصمة حتى يعطوك إياهن إلك ولوردي. قلت لهم الأرامل أحق من غيرين، بعدين أهل ضيعة حب العزيز كل واحد منهن عنده شقفة أرض عم يزرعها ويأكل منها. بس أنتو أنتو يا حسرت يا حسرت عليكن يا رامل، ما حيلتكن غير انشغال البال وشهادة فقر حال. الله يخلينا إياك يا مختار. المهم هلق يا زليخة، أنتي هلق صرتي ست غنية ومحترمة وكويسة، فلازم تغيري وضعك كله. أبي صرش تظلي هيك، أبي صرش يا زليخة. شو الحكي هذا؟ شلون يعني؟ يعني أنتي لازمك بيت حجر ويكون جنبك رجال قوي مقتدر عليه القيمة، يلبق لك مش يشرشحك ويبهدليك. معك حق يا مختار، خوش يعني عم يتقدمولي كثير. عم يتقدمولي؟ يعني صاروا أربعة خمسة بعيون الشيطان، ومثل ما بيقول المثل، إيه من شافني أرملي شمر وركض هرولي، ولما كسروا خطابة بارت أمس الليل واحتارت. العمى شو هالحكي هذا؟ شمروا وركض وهرولي؟ إيه ليش مستعجب؟ يعني أنا صحيح بشعة بس مستانس بحسي، بشوف الحلوي ما بعرف ليش تقرأت نفسي. أشوف أي زليخة. أنا أبديش يعني اشرح لك وأقنعك، لأنه شغلي واضحة مثل القملي براس الأقرع. رجال كثير، لكن المختار
أقدع. يعني أنا مثلا إذا بأخذك مثلا يعني بسكنك عندي بالبيت، وبيتي واسع 3 غرف، بتاخذي انت وحدي وعايشي مراتي وحدي، وبتبقى اوضه للقعده، وبتصيري انت مرات المختار، والكل منك بغار وبيوقف قدامك محتار. بقى زليخه، شو قولي؟ ها زليخه. شو بك ولا صالح؟ متصص يعني مش قاشع وراك؟ هيك طبست لي بالغسيلات؟ يعني فكرك دعست فيهم قصداً؟ بعدين مين قال لك تحطي اللكن قدام الغرفة؟ لسا فهمني، وين رايح عند الظهرية؟ يا ما رايح اتمشى قدام العين، بدك شي؟ لا يمي سلامتك، بدي شي، بس اصحك تطول. ها، بيك بدي يروح بالحمار لعند المختار بعد الغداء، هتعلق ليش معه؟ عظيم. أهلين صالح، تأخرت علي، مالكش بالعادة تتأخر. تأخذنيش ميسون، حقك علي، فقط متأخر شوي. كيفك؟ مشتقت لك كثير 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 كثير. وأنت ما اشتقت ليش؟ أنا مشتاق لك كثير 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 كثير. طب ليش هيك جاي وكأنك زعلان وبدكش تشوفني؟ والله يا ميسون بعرف شو صاير لي، متلخبط شوي. خير صالح؟ شغلت لي بالي. شوفي تعالي عالفي. خير صالح؟ شغلت لي بالي. فيك شي؟ بصراحة متضايق شوي. أهلي ضايقوك بشي؟ لا بس. بس شو صالح؟ قلي، مش أنا حبيبتك. خايف قلك تقومي تزعلي. وحياة عيونك أبزعلش، بس أنت حكي لي. بصراحة يا ميسون، عم فكر سافر من هالضيعة. تسافر؟ ولو عندك تسافر؟ بعرفش يا ميسون من بدي سافر، بعرفش، بس حاسس حالي رح اختنق. يعني بدك تتركني؟ مش قصة اتركك يا ميسون، بس شو الفايدة من قاعدتي بهالضيعة؟ بيك مش عم يخطبني ياكي،
والامور كل مالها عم تتعقد. ليش انت امتى اخر مره شفت ربيه؟ من 3 ايام. حكى شي عني؟ لا بس هاجمني وهاجم عيلتي قدام الناس كلها. مش انت وين شفته؟ بالمضافي تبعه. والمصيبة انه الناس بتسكت لما بيهاجمني وما حداش بيحكي كلمة واحدة بس. لكن بيك مختار الضيعة والكل بده رضاه. ما لهمش مصلحة يحكوا كلمة واحدة لصالحي. بالعكس متجاولين مني. يا الله منك. انت شو فوتك على المضافي تبعه؟ فتت لحتى بارك لابراهيم الخنشري بتواجده. وبيي شو صار يحكي عنك؟ قال افكاري بتعجبوش واني عم بسمم افكار شباب الضيعه. بقى انت شو رايك بهالحكي؟ انت بتعرفوا لبيي اخذ موقف منك من وقت ما خزقت له صورته وشربت له اللافتات اللي بتمدح فعايله بالانتخابات. ولك يا ميسون بيصيرش الانسان يمجد نفسه، المجد لله تعالى. بس مش هو يلي كتب اللافتات، يلي كتبوهن هن الناس يلي اشتغلوا بالانتخابات. يا ميسون الناس بهالضيعه يا جدبان يا مصلحجي. الكل بده يتقرب من بيك بأي طريقة. الكل بده مصلحته الشخصية ومنفعته الشخصية. ما حداش سائل عن هالضيعة ولا عن مشاكل هالضيعة. وبيك المسكين مصدق هالمنافقين وعجبته هالشغلة كثير. طيب وانت شو بدك بهالسيري؟ بتضلك حامل هالسلم بالعرض وعم تمشي فيه بسوق الحميدية؟ خلص يستفلوا منهم لبيي. انت عم تحكي هيك يا ميسون؟ أنا آسفة مش قصدي، بس لو عم بتساير بيي وعم بتساير هالناس كنا من زمان تزوجنا وجبنا أولاد. انت عم بتهاجميني كمان؟ لا مش قصدي يعني خلص بعرف شو. قومي قومي قومي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا خليك ما تاخذيناش. طلعوا قدامكم. عليكم السلام. تعال هون تعال هون يا مصالح. تعال قربي شوي. خير ان شاء الله يا مختار. وين هو صالح؟ صالح مش عارفه، يمكنه بارض الفلاحه. بارض الفلاحه؟ شوفي يا مصالح، انت انسانه فهيمه، ابي ينقصكيش الذكاء. يكثر خيرك يا مختار. بقى بدي منك توقفي ابنك عند حده قبل ما يطلع خلقه علاه وسبب لك وجع راس انتو بغنى عنه. يا لطيف يا لطف، ليش ابني شو عامل؟ وصلني خبر مبارح انه حضر جنابه جامع شباب الضيعه وعم يعطيهن دروس بالنظافه وعم يطلب من كل شاب ينظف قدام بيته ويصطفوا مشان قال تتحسن صوره الضيعه. وانت ليش زعلان يا مختار؟ بشو اخطا الزلمي؟ قر يا باقي، قال بشو اخطا؟ قال ولك يا ام صالح هالمساله هذه مش من اختصاصه، هذه من اختصاص مجلس المخترة، مجلس البلديه. بقى وين رايح بهالعشقه؟ وين؟ اذا فكره يعمل شعبيه لحاله ويلعب بعقل الشباب حتى يصير له عزوه بالضيعه فهي الشغله بعيده عن اسنانه. ولا شو رايك يا معضاض؟ والله أنا رأيي هذا الشاب بده فركة إذن صغيري قبل ما تقسى شوكته ويصعب علينا كسرها، لأنه مش كل الأشواك ناعمة. شدونه هالحكي يا معضاد؟ ها؟ شو مفكر الدنيا سايبة يعني؟ من هو اللي بده يقرب صوب ابني ويفلك له ذينته يفرجيني عضلاته؟ قرر يا بيري. مين يعني؟ أنا. أنت يا مختار؟ طبعا أنا. مين لك؟ بقى معقول يمشي ابنك بين الناس ويحرضهن عليا؟ لعما يضرب جوز عيونه ضرب ما أوقعه. وقح ابنك يا أم صالح، وقح ابنها. قال شو هالضيعة؟ بدأ وجوه جديدة يحكموها. الأفندي مل من الوجوه القديمة، يعني نحنا. قال شو الضيعة بدأ إصلاح إداري ومحاربة فساد وخطط تنظيمية وبرامج مستقبلية ومن هالعلك الفاضي هذا. يعني تخمين ابنك مفكر حاله سقراطون يعني؟ والله عيب عليه، عيب عليه يمشي بين الناس هذا. لا وش بيقول؟ الغابات بدها تنظيم، المي لازمها تنجر من الوادي، الضيعه بدها محطه كهرباء،
يعني مو ناقصنا الا يطلع لنا مرسيم تشريعيه ويقلنا خذوا يلا نفذوها. وبصراحه يا مختار نحن اعضاء المختره عم يلحقنا طرطيش من اراء صالح القنفشاريه. ها وشو يعني طرطيش يا ستي؟ اول امبارح قايل للناس صحيح نحن انتخبنا المختار حتى يحكمنا طول العمر، بس مش ضروري جماعته يظلوا راكبين على ظهرنا طول العمر، هيك تايل. خيتي انا مروق على جماعتي، مبسوط منهن كثير، بحب الشلالية مش بيدي، مثل المسلسلات والشركات، حد اخو مراقي شي؟ قرر. فعلا كلامه بيهز البدن، لو قايل هالكلام قدامي كنت سلخته كفين لوقت له حنك. بقى قولي لابنك ينثني عن موقعي، قولي له يتضبضب قبل ما تطلع براسنا ولنع الافطاسه ونحرق انفاسه. وقيم الحق، وقيم الحق بخلع رقبته بوكس ويحاد، وقيم الحق بسفق قضيب معدني على ظهره بتقول له ياه. انا مش قليل يا مصيلي، مش قليل مناو. لا تشوفيني هيك عم ارجل وابتسم، يعني لا تنخدعيش بمظهري، لانه عند الضروره بدعس رقبه يلي بدعس لي على الطرف. لسه ما نقول له يا حبيبه يا روحه يا عمري، وهو بيدعسي على طرفي. قرر خير انصرف يلا قبل ما يضيط. يلا 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 وريك تعال. والله احسنت يا مختار احسنت، صحيح اجى تصرفك متاخر بس برافو عليك ما قصرت فيها منوب. المختار بعمر ما عض الكلب يلي بعضه، بس صالح بده اكثر من هيك بكثير. لو اخر ما قاله صالح للناس اني انا اذا رشحت حالي لمجلس الشعب ابنجحش. معقول اني ابنجحش؟ لا محشوم يا مختار محشوم. شو قصدك ولا؟ قصدي بتنجح سيدي بتنجح. وقصدي حط نارة حط نارة مع ضاد. حاضر يا مختار. وقفي عندك وقفي عندك، وين طاحشي؟ مش شايفي قدامي؟ مساء الخير بيي. شو مساء الخير؟ وين كنتي لهلق؟ كنت على العين عم عبي مي مع رفقاتي. يعني قلة ناس تعبينا مي؟ كم مرة فهمتك ونبهتك وقلت لك لا بقى تروحي على العين، يا
يخرب بيتي، طلع على لساني شعر وانجرح سقف حلقي. بصراحة يا بي أنا عم روح النبع مشان أتسلم على رفقاتي، مش مشان المي. أوعك تكوني عم تشوفي لهذا المغضوب صالحة. أعوذ بالله، شو عم تحكي يا بي؟ معقولة؟ أوعك ها؟ أوعيك، حاكم هذا صالح فاير مثل القرد، ومش بعيد يقلك تعي على الفاي، تعي على المي، ناطر شوفك لحظة وأبص برش شوي. ما عاش تحكيك يا بي، خجلتني. دخيلك دخيلك أنت وخجلك. فوتي هلا قعبلي لي كاسة زوفة وعطيني الطلمية الذرة اسند معدتي فيها. حاكم حياي بطني عم ترقص رقص وتنط مثل فرقة إينانا. حاضر يا بي. يخرب بيته، ماشي لقدام مثل الحمير. لا ما في عيونه ما انجسه. خيي تقول هذا الولد راكب جني مش هيك؟ معضاض، شو بدنا نسوي بهالمشكله؟ هذه القصه بينسكتش عليها بنوب، ولازم نخبر المختار فورا. خيي لقدام يا صالح، لقدام لقدام يا مقوص. يلا خيي. مش مصدق لقدام. شي عم يمشي لقدام فعلا؟ هزولت وكنت اظنها لا تهزولي. وصل صالح يا مختار. الله لا كان جابه. قل له يدخل فورا. قل له لا. حاضر. السلام عليكم. الله لا يسلم فيك ولا عظمي. ولك جاي لعنا وعم تمشي لقدام مثل الدواب؟ يخرب بيته، خلينا نشوف شو الفرق بينك وبين الدواب. فعلا يلي استحوا ماتوا. وطين اسود يعبي بوزك ان شاء الله ما ارزلك. فعلا انت عديم الاحساس وحاطط جلده رجلك على وجهك. خير يا مختار؟ شوفي ليش نازلين فيه بهدلي؟ يعني بتعرفش شو السبب يا مسكين؟ لا والله يا مختار بعرفش. وك يا متخلف، أهل الضيعة كلهم شافوك وإنت عم تمشي عكس مشيتنا. شافوك ونحن في عنا أعراف وتقاليد مقدسة، أبجزش لكائن من كان أنه يقرب منها أو يمسها. هيك تعودنا يا خيي. يا مختار أنا ما فهمتش عليك، وين الغلط بالموضوع؟ قال وين الغلط؟ قال وك يلي عملته يا صالح بتستاهل علاه الشنق من ريف عيونك يا زنديق. أني زنديق؟ اي طبعا زنديق ونص، لانه يلي بيحاول عامدا متعمدا وعن طريق التعمد والقصد الدنيء انه يسيء لتراثنا وتراث اجدادنا البواسل وشرائع اسلافنا الكواسر. اقل ما يقال فيه انه هرطيق وزنديق. الله يلعنك، الله يلعنك ويلعن جمهوريتك يا سقرطو. كلام المختار صحيح، لانه عم تخترع من عقلك جدع ما تعودناش عليها بهالضيعه. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، بصيرش تحكوا انتوا وانا بسمع. بس في شي في الدنيا اسمه الرأي والرأي الآخر. الرأي الآخر؟ الله يلعنك يا سقرطون، الله يلعنك يا سقرطون، لعنة الله عليك على هالبزري. يا جماعة يا جماعة اهدوا شوي، اهدوا شوي واسمعوني. أنا عم أحاول إلغي التفكير القديم البالي وأفسح مجال للتفكير اللي بيعتمد على العقل والمنطق. وك ما بدناش منطق، لا جنني أبدناش منطق. منطقك ضريب يقش رقبتك قش ويقيم العيلة من بين كتافك ويكون بعلمك من تمنطق تزندق. معروف الحكاية، معروف من أبد الآبدين. جدودنا الأشاوز حاسبينها من زمان. يا مختار يا مختار يا مختار، صدقني أني بدي أخدم هالضيعة. وك بدك بدو سيف الحد يلي ينجر رقبتك نجر. وقيم الحق، وقيم الحق. إذا بتدنس المقدسات وبتتعرض لتغيير عادات العباد غير إسعالك بالموت تحت صرامي أهل الضيعة، مثل ما مات عز الدين الأيبك بالحمام تحت ضرب القبقين. فبت ولا عيد وافتح ولا يا مختار. الله يخليك يا مختار،
أنا رجل مسالم، بحب فكر في المستقبل وحط هيك خطط لقدام. وحضرتك لك شلون تطلع لقدام؟ ها؟ شلون؟ يعني معقول يا دب نطلع لقدام وننسى جدودنا يلي ورانا وشلون كانوا يمشوا؟ يخرب بيتك، حدا بيخطط لقدام؟ لقدام؟ يعني إسا ما عاد يعجبوك جدودنا؟ بالعكس، بس مش كلهم فهمانين. يعني عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة، في منهم خرفانين وما كل شيء قالوه صار. شوف وك صليح، كلمة ورد غطاها، هالضيعة هذه محافظة، هالفزلكات وهالفلسفات وهالمسخرة كلها أبد فتش بعقلنا. نحن اعتدنا على 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 حياتنا بهذا الشكل ومش حابين نغير فيها إشي، مش حابين. طب ليش يا مختار؟ ليش؟ مشان قطيش يقطش أذانك ويقلك ليش. عفوا فنتش عليك. لك يا حمار يا حمار، الخطر دائما بيطلع من جديد. ليش يا حزرك؟ لأنه مش مجرب، والتجديد والتطوير والتصليح والتصحيح والتقدم هذه كلها عناوين خنفشرية، خنفشرية الشيطان مخبى وراها. بقى نحن ما بدناش مين يلحس عقلنا بهالكلام، لكن ما شاء الله كان علينا راضين بعيشتنا وما حدا قدنا، والقطار ماشي ماشي. تعرف ليش القطار ماشي؟ تعرف يا حمار؟ لأن السكة موجودة يا دب، والكل عايش مرتاح. ليش هذه عيش اللي عايشينها يا مختار؟ لك اخرس اخرس، ان زلمي ضلالي وبدك تغير الطبيعة يلي رب العالمين فطرنا عليها. وصراحة أنا ما عنديش غير حلين، يا أما أنه بتقعد على نصك بهالضيعة وبتمشي مثل الأواديم، يا أما بتترك هالضيعة وبترحل. وقيم الحق وقيم الحق، إذا بشوفك فيها بكسر رجلك وبتحشى ببطنك. فهمت شو قلت لك يا دب؟ فيش حل ثالث يا مختار؟ أبدا غير هيك ما عنديش. تركني فكر. معك يومين، يومين بس. الله معك الله معك. لك روح 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 على الدرب من ست ما يردن. الله يلعنك يا سقرطون، الله يلعنك يا سقرطون. يمي موجه الله عليك بلالك من وجعت هالراس، بعدنا عن المشاكل الله يخليك. نحن مش قد المختار وجماعته. يا ما فهميني، الله يخليكي. انا لما بطاوع المختار بحس باحتقار لنفسي، بحس اني عم بطاوع الشيطان. ولك الشغله ما عادتش بالمختار لحاله، الضيعه كلها ضدك. معقول يعني كلياتهم غلط وانت الوحيد اللي صح؟ نعم انا الصح، لانه اهل الضيعه خايفين من المختار وعم يعملوا شو ما بدوا تحت الكرباج. الله يقدرني على الصبر. وك يا امي من شان الله حاجه تمشي بالمقلوب، ساير هالعالم وخليك مثلهم، وحق الله بكره حياتك بتتعذب فيها كثير. ياما ياما انا مقتنع باللي عم بعمله. واني امك بهون عليك تتركني وترحل عن الضيعه؟ ولا يهمك ياما، اني رح ازورك بالسر. ولك اصحك ولك اصحك تعملها عام وجع الله عليك، والله لقطوك بيقتلوك. طمني ياما طمني، ما توصيش حريص. وامتى ناوي تسافر؟ بكره الصبح باذن الله. الله ييسر لك. لقوم حط لك اكل، بعدك انه الصبح على ريق بطنك. صباحك يسعد لي صباحك.
حدا شافك انت ماشي بهالطريقة؟ لا لا ابدا ابدا ابدا، قدام اهل الضيعة بمشي مثلهم، بس قدامك بمشي مثل معلمتني. كثير كثير منيح، كثير منيح، وان شاء الله مرتاحة هيك. كثير 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 كثير، يا ريت خطرت لي هالفكرة من زمان. بدي اقول لك شغلي، اني رايح حلق ويمكن معاش ارجع الضيعة. ان شاء الله ما تحكيش هالحكي. شوفي يا ميسون، شوفي شوفي شوفي، الناس شو راكبين واحنا شو راكبين. يا ميسون، انا كنت بتمنى تكوني شريكة حياتي وعيش معك العمر كله، بس بيك واهل الضيعة وقفوا بوشي، شو بعمل؟ المهم تضلك تحبني وتتذكرني، ما تنسانيش. بتشكي بهالشي؟ بعرف ايش انت قادرة. يلا صار لازم امشي. بدك شي حبيبتي؟ بدي اعطيك هالمصحف مشان الله، مشان الله تخبيه بحبك وما تشيلوش، ها، مشان الله يحميك من ولاد الحرام. يلا بخاطرك، مع السلامة، دير بالك على حالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تسمح لي ارتاح عندك شوي؟ تسقيني شربة مي بالاول يا ابني؟ تفضل تفضل. اي والله. يسلم ودياتك. الله يسلمك. قل لي يا ابني، من اي ضيعة انت؟ انا من صخرة الصوان. من هو؟ يعني نفس ضيعتي. حضرتك من نفس الضيعة؟ اي نعم. يا ترى لسات مختارة نعيم راس العصفور؟ نعم. قعد يا ابني قعد. قعد لقلك قعد. والله يا هلا بابن ضيعتي وبجنابك. بس ما قلت لي يا ابني، انت ابن مين؟ انا اسمي صالح وبي فرحان المعون. عن جد؟ بيك رجال منيح وقبضاي. ليش حضرتك بتعرفه؟ اي نعم. عفوا للسؤال يا عمي، بس حضرتك شو عم تعمل بالخيمة؟ قبل ما جاوبك بدك تقول لي انت بالاول لوين رايح. اوف والله يا عمي، انا قصتي طويلة شوي. لك احكي ولك يا عمي، احنا قاعدين شو في ورانا. انا يا عمي بو شو حضرتك؟ ليش في حدا بيناديني لك يا ابني؟ بيقولوا لي ابو ابراهيم. باختصار يا عمي ابو ابراهيم، انا اكتشفت طريقة جديدة في المشي لقدام. قاموا خيروك بانك تظل بالضيعة وتنسى افكارك او ترحل بلا رجعة. صحيح يا عمي صحيح، شو عرفك؟ يا ابني هي قصتي نفسها بتنعاد معك. انا من حوالي 30 سنة كنت شاب مثلك، كنت معلم مدرسة، حاولت نفس محاولتك ومشيت لقدام، قاموا قلعوني وأهلي تبروا مني والضيعة كلها فزت علي، وعشت مثل ما لك شايف وحداني وغريب كأني مصاب بالجذام أو البرص، مع أنه نظريتي صحيحة والدليل عليها أنه حضرتك يا ابني اجيت بعدي بثلاثين سنة اكتشفتها وتبنيتها. طيب يا عمي أنا شو لازم أعمل حتى ما يصير معي مثل ما صار معك؟ له لك يا عمي، تعبت؟ اسمح الكلمتين لك يا عمي، دايما أصحاب البدايات بيتعبوا بحياتهم، بس إلا الزمن ما ينصفهم. فيك يا ابني ترجع لعند أهلك وتعتذر منهم، وفيك تبقى معي هون، خليك معي وخلينا نمشي لقدام
وانا متاكد مثل ما لي شايفك انه راح نكثر مع الايام. شو قلت؟ خالتي ام صالح، يا خالتي ام صالح، فوتي فوتي. لك يا عميد، اهلا وسهلا بهالطلي وهالوجه المضوي. حدا شافك انت وجاي؟ لا ما حدا شافني. لك ان شاء الله بتقبريني ما اهضمك. لك انت بتعرفي ليش انا بحبك؟ ليش؟ لانك من ريحه ابني صالح ان شاء الله بيقبر عظامي. قعدي قعدي يا تقبريني قعدي. خالتي عم تصلك شي اخبار عن صالح؟ منين يا حسره؟ الي اكثر من شهر ونص لا خبر ولا علم. انت عرفتي شي؟ سمعت انه عايش ببريت الملح. يا باري، بريت الملح؟ كيف عم يدبر حاله؟ كيف عم ياكل؟ كيف عم يشرب؟ ما تخافيش علي يا خالتي، صالح ذكي بيدبر حاله، أني بعرفه. الله يهديك يا مختار، الله يهدي بيك ويحنن قلبه عليه. بالعكس يا خالتي، كل بني آدم بيجيب سيرته بالخير ببهدله بشرشه. طيب شو رايك إذا أني بروح لعند المختار وبترجاه؟ بلكي يعني بحن قلبه علي برجوع الضيعة. شو عم تحكي يا خالتي؟ بلالك هالشغلة، بلالك هالشغلة. بيي وبعرفه، كيف بدي اقول لك يعني بغيرش رأيه، ببدلش رأيه. حاولوا كثير ناس يتدخلوا بهالموضوع، ما قدروش يعملوا شيء. برضاي عليك يا خالتي، بلالك هالشغلة، شو بدك فيها؟ قولتك؟ آه قولتي. الله يقدرنا على الصبر. لا صبر لا صبر. يلا شفتك بخير خالتي، بدك شيء؟ سلامة قلبك يا تقبريني. يلا بخاطرك. مع السلامة. مجال الهنا يا عمي صالح. ما قلت لي انت مبسوط بهالعيشه معي هون؟ يعني لا تواخذني، انت شاب مدلل هيك ما بتلبق لك عيشه الشقه وقلت الواجب. صدق يا ابو ابراهيم، كل شيء بهون قدام المختار الجاهل. شوف يا عمي شوف. شو يا صالح؟ شوفي في شخص جاي صوبنا. مين هذا؟ عرفته؟ ما عرفته، بس عم يمشي قدام. قدام قدام. عرفته 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 يا عمي عرفته. يعطيكم العافية. هلا يا خيي يا حاسب. هلا، شو جابك لهون؟ والله المختار طلعني من الضيعة. أهلا وسهلا يا عمي. طلعك من الضيعة؟ إيه. ليش؟ قال أني عم بهوش الطلاب ضده وعم بعمل له رحلات على الجبل وخليه يطلع على الأفق البعيد. قال أنا عم طالب بتعديل المناهج بحجة أخطاء كثيرة. قال شو؟ عم بتحرك لقدام ومن الحكي. لك برافو عليك يا ابني، الله تحييك. بسيطة يا أخي يا عاصم، قعد قعد، اللي بيصير عليك بيصير علينا. قعد أسوي لك شاي. أمل له كاس الشاي. طلي لك يا عمي، أنت ابن مين؟ ابن بخيتان، بخيتان المذيب. بخيتان المذيب؟ الله يوجه لك الخير يا صالح على هالعمايل اللي عملتها بهالضيعة. لك معقولي؟ صرنا 40 سنة، 40 سنة بالتمام والكمال عم نرسخ وضعنا بعقول البشر وعم نحقنهم مهدئات ومسكنات. تقوم تجي انت بليلة ما فيهاش ضوء قمر وتعطيهم محرضات ومنشطات؟ يخرب بيتك منشطات يا صالح. روق يا مختار روق، بصيرش تعمل بحالك هيك يا اخي. روق انت مختارنا ومعلمنا وصحتك بتهم اهل الضيعه كلهم. ولك يلعن ابو صحتي، يلعن ابو صحتي اذا بدي وقف عاجز قدامي اللي عم يصير. وك يا ابو مرعي، هلكتني الناس بالمسيرات الصامته
وبالاعتصامات قدام المظافي، وكلهم بدهم ياني اتحرك لقدام واعمل شي شغلي. بخا شو لازم اعمل يعني حتى تحل الناس عني؟ شو بدي اعمل يعني؟ طيب يا مختار، انت ليش ما بتعطيهم كم وعد وبتستغل الوقت؟ وك يا استاذ معفاد، يا جحش، انا ابقدرش افتري على الثوابت يلي حفروها جدودنا بعقولنا. افهموها بقى، ثوابت هاي مش مسخرة. اوعك تقولي مسخرة. ما تاخذنيش يا مختار لاني قطعتك. شو بك ولا ها يا سيدي؟ بتقلق معلمتي انه ميسون طلعت من الصبح ولحد هلق ما رجعتش. طلعت من الصبح وما رجعتش لحد هلق؟ ليش؟ لوين راحت الصبح؟ بعرفش يا مختار. اعوذ بالله، معقولي؟ اللهم اجعله خير يا رب. تفضل صبح. تفضل يا خي. لازم تعذروا المختار، المسكين هيك ربي، ما تعود حدا يرفع راسه بوشه او يخالفه، بده الكل يبقى تحت سيطرته. ولأنتم بتضلوا عايش على النفاق واللقلقة. الناس عم بتوافقوا مو لأنه مقتنع بأفكاره، الناس عم بتوافقوا لأنه خايفة منه. وبكره زلمه يلي ايده بحلقه للباط، بكره حيستغلوا أول فرصة لحتى ينقضوا عليه. طبعا لأنه ما حداش بحب التسلط، فوق هالشي عم يسكر عقول الناس ويمنعه من الاجتهاد. المهم يا شباب، شو راح تغدونا اليوم؟ والله حسب ما نصطاد يا عمي. ولك يا عمي، ملينا من اكل الارانب، يعني حاول تصطاد لك هيك شيء غزال مهبر. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا ميسون. أهلا وسهلا. تفضلوا 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 تفضلوا. هربت ميسون وأخواتها يا معفاد، هربوا يا أبو مرعي، تركوا العز وتركوا الجاه وتركوا أبوهن وهربوا. أنا بس بدي أفهم ليش هربوا؟ ليش؟ شغلي أبى تفتش بالعقل يا جماعة. شفت عينكين يلي عم يطلبه عم ياخذه وأزود بقى، ليش لحتى يهربوا؟ ها ليش؟ شو السبب؟ فهموني يا جماعة ولا تخلوني عم باكل مشمش بالعتمي. معلش مختار، بس أنا معلش قول شغلي. تفضل. يعني أنا بس اللي بدي أقوله إنه أنت معلمنا وتاج راسنا وعلى عيني وراسي، ما بعرف شو بدي أقول. طيب. يعني بس يعني إنك ممكن تعيد النظر بمطالب أهل الضيعة مختار. ليش؟ شو بدهم مني أهل الضيعة؟ هاي الحمد لله نحن مستقرين وعايشين وما في واحد منهن عم يموت من الجوع. بذمتكن بذمتكن حدا منكن دفن شخص واحد مات من الجوع؟ هاي المقبرة شاهدي على كلامه. يا معلمنا يا حبيب قلبي، يعني المسألة مو مسألة جوع حتى الموت. ربنا سبحانه وتعالى عم يرزق الطير بالسماء والسمك بالبحر والنمل بالوكر. وخلصني عاد ولا راح تعدلي حيوانات الضيعة؟ شو بدك من هالمقدمة الطويلة؟ فهمني بنمشرمحي حتى افهم. يا مختار، يعني بجوز انت لما بتسمح لهالشباب انه يبدوا آراءهم ويقترحوا اقتراحاتهم ويرسموا للمستقبل ويمشوا لقدام، بجوز فعلا وقتها يحسوا انه لهم كيان. شو هالتعابير الثورية ولا؟ مالك بالعادي انك تحكي بهاللغة هذه؟ بالظاهر صالح لحس لك عقلك. الله لا يوفقك يا صالح الزفت، الله لا يوفقك. سامع ابو مرعي؟ سامع شو عم يحكي معفاد؟ يا مختار، معضاب مش قصده يزعلك، بس قصده إذا غيرت طريقتك مع الناس وعملت شوية تغيير بتعزز ثقتهم فيك. يخرب بيتك أنت الثاني، لك شو تعزز وتبزز؟ هالجماعة هذول خواني، بدهم مين يشمت رقبتهم شمط. أنا سياستي في هالضيعة معروفة، أولها احترام سلوك الأجداد. والسبع تنعام يا مختار من الأجداد، بس يعني عصرهم غير عصرنا. اسمع أنت وياه، وهي أني عم قولة قدامكن أنتو أعضاء مجلس المخترة، الثابت المجرب منه بيجي الأمان.
أما أنه يلعب الواحد بالثابت فوقتها رح تجي الكارثة العظمى. بقى ليش ما منخلي بركة هالمي ساكتة وهادية، لا فيها حس لا فيها حركة؟ مش أريح ما نزد فيها صخرة كبيرة تطرشنا بالمي ويعلى موجها ويلحقنا البل؟ خلوها هادية يا جماعة، خلوها هادية. والمقبرة كمان ساكتة وهادية يا مختار. هذا كلام صحيح، نفس كلام صالح. الله يخصف عبرك يا صالح يا حق ويورجيني فيك يا أم أغبر. الله يعدمني ياك واسمع خبرك، خبر عاجل بقناة الجزيرة يا حق. لسه هيك نظلنا قاعدين مثل المشردين؟ ولا يهمك يا ميسون، كل شيء بوقته حلو. يعني انت في بالك شيء؟ اوف بصراحة لحد هلق لك، بس اطمني اطمني. الناس يا معظم شي تخمين جنة ما عاد فيها عقل يعنى. مشكلة يا مختار انه الناس ما اخذين المسألة جد، وحضرتك ما اخذها مزح. وحضرتي ما ضرتي بها ها؟ اني اخذها مزح يا دب؟ مش صحيح الحكي يا مختار، مش صحيح منوب. رجعوا يا ابو مرعى، بس وجوههم بتخوف ها؟ معروفة، أكيد بدهم يرجعوا يا مختار. مش قصدي يا مختار، مش قصدي. مش قصدك؟ وقف فوق الفيقه يا مختار. فوقه فوقه؟ فوقه. أحسن، مليح كثير. طلع على السور ولا؟ طلع على السور.